عوضنا يعني الى نهايه نوفمبر 2022 اكثر من 100,000 عامل، 512 مليون دينار، يعني 51 مليار سنتيم تعويضات. في يخص البطالة الخاصة بالحرارة الشديدة، الحرارة الشديدة لا كانيكول، اكو شتو عندما اطلقناها ما كاش استقطاب كبير من عند المتعاملين، لانها اولا اداءات جديدة، وكذلك اطلقناها في مناطق في الجنوب ومن بعد ليو بلاتو، ومن بعد باش عممناها في التراب الوطني. السلسلة تاع القطاع تعودت خصوصا في الجنوب انها ما تعملش في فترات في الذروة، هي سومي اون شوماج. حنا درنا ان طرافاي دو كومينيكاسيون معاهم باش نقولوا لهم باش يدفعوا ملفات باش نقوموا بالتعويض.